هاد السيد تنعرفو قبل من رمضان اللي فات كان هنا في الجريدة، كان صحيح بخير وعلى خير. حاجة وحدة اللي كنا تنعرفو عنده الفدق، ناضت هاد الحملة ديال أصحاب الفراشات والكارس حيدوه من الجريدة. جات لحل هنايا، بقى هنايا عايش هنايا. داكشي اللي تيقسم الله تنجيبوه، الدراري تاهمايا بحال تنسيبيه بحال الدراري تيتعاونو معاه في سبيل الله، تنوكلوه نشربوه نحيدو ليه الخروق في سبيل الله. مشيت علمت السلطات ما مره ما جوج ما ثلاثه ما اربعه ما سته، بزاف المرات وانا تنعلم السلطات. من وقعت الواقعه اليوم في الصباح بحال ربي علمت على شي حاجه توقع. مشيت عند القايد، لقيتو قلت ليه السيد راه ما بين الحياه والموت، اشوفو كيفاش ديروا لي. قال لي القايد راني كتبت واحد التصريح راه اليوم واقيلا غايجيو يديو هادشي اللي كاين. مرضي الوالدين والله يرحمو ويرحم امتي محمد في هاد النهار هذا. كان عيان بزاف. تقريبا راه داخل 80 بحال هكا، ماشي 80 تقريبا. ما عنده لا عائله لا خويا. تيقول عنده جوج الاولاد والله اعلم. تحول من الجريده لهنا، كان كلشي في الجريده. من داود صحاب الفراشات وكارس حيدوه من الجريده جا لهنا بحال تحوز بك. قال لك انا نزاوق فيك حميني من هاد الناس. انا عدو بلا ما قلت انايا تنخدم الليل سمعتي، تنخدم الليل تنبقى سهران الليل. مره تندور عنده تنطلع عليه تنهضر معاه واش فايق ولا ناعس. الا رمش عينيه تنعرفو راه باقي حي. لا حرك يديه تنعرفو راه باقي حي. تنقول له اش بغيتي؟ تقول لي نشرب. تنعطيه يشرب. اليوم مع ديك الجوج ولا جوج شي حاجه السيد باقى فيها الروح. جوج شي حاجه السيد باقى فيها الروح. واحد الوقيته انا خدام ملاهي ما عرفتش كيفاش ملاهي، جيت نهضر معاه باش نعطيه يشرب ولا شي حاجه. بو محمد ما هضرش معايا. عيط للسيد مقدم لي مسؤول عليه هنايا، راه هو هادشي اللي كاين. مرضي الوالدين والله يرحمه ويرحم امتي محمد.